هدى عماش المسؤولة البارزة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. هدى عماش الاسم الذي دخل التاريخ وتداولته العديد من الصحف الإعلامية، وكانت السيدة الأولى والوحيدة التي كانت ضمن قائمة المطلوبين للقوات الأمريكية إبان العدوان الأمريكي على العراق. فمن هي هدى عماش؟ وما هي الأسباب التي جعلتها ضمن قائمة 55 من الرجال المطلوبين للقوات الأمريكية وهي الامرأة الوحيدة من بينهم؟ وما هو السبب الذي جعل القوات الأمريكية تطلق عليها لقب سيدة الجمرة الخبيثة؟ كل هذه الأسئلة والاستفسارات حول شخصية هدى عماش سنجيب عنها في هذا الفيديو. من هي هدى عماش؟ هدى صالح مهدي عماش سيدة عراقية ولدت في بغداد عام 1953 في منطقة تعرف باسم الأعظمية. يذكر أن هدى عماش ابنة صالح مهدي عماش أحد الضباط البعثيين السابقين، والذي تسلم مناصب مهمة بعد الانقلابين اللذين حدثا عام 1963 وعام 1968، وتم إبعاده في السبعينيات سفيرا خارج البلاد، ولاقته المنية في ظروف غامضة. ولقد تزوجت من الدكتور أحمد مكي أحمد مدير المركز القومي للحاسبات، وذكر أنها كانت تعاني من مرض سرطان الثدي، ويعتقد بأن سببه هو تعرضها للإشعاعات. حياتها العلمية: يذكر أن عماش بدأت دراستها الابتدائية والمتوسطة في مدارس الأعظمية، كما أنها حصلت على شهادة الثانوية عام 1971، ثم دخلت كلية العلوم في جامعة بغداد وتخرجت منها بدرجة بكالوريوس علوم حياة عام 1975. كانت هدى عماش من الطالبات المميزات والمتفوقات دائما، حيث كانت من العشرة الأوائل على دفعتها، الأمر الذي أهلها للحصول على بعثة علمية لتكمل دراستها. فسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد التحقت هناك بجامعة تكساس في دينتون، ومنها تخرجت بدرجة الماجستير في الأحياء عام 1979، ثم انتقلت إلى جامعة ميزوري كولومبيا وحصلت منها على شهادة الدكتوراه PhD من علم الأحياء الدقيقة، وذلك في ديسمبر العام 1983. وكان عنوان أطروحة الدكتوراه حول آثار الإشعاع والعلاج الكيميائي الباركوات وعقار أدرياميسين على البكتيريا والثدييات. حياتها العملية: هدى عماش من السيدات النادرات في ذاك الزمان، فقد تقلدت العديد من المناصب العملية، وكانت رحلتها مليئة بالأعمال والمراتب الوظيفية التي تدرجت من خلالها لتصبح مسؤولة عن أكبر مفاعل نووي في الوطن العربي، الأمر الذي وضعها محط أنظار الغزاة ليضعوها بين 55 رجلا مطالبين للقضاء الأمريكي. ولتتعرف على المناصب التي عملت بها تابع معي. عملت هدى عماش مساعد مختبر في كلية العلوم بجامعة بغداد التي تخرجت منها، وكانت إحدى طالباتها لتعود إليها وهي عاملة فيها، وكان بداية ذلك في عام 1975 حتى 1976، ومن ثم تدرجت في الألقاب العلمية من مدرس إلى أستاذ مساعد في كلية العلوم بجامعة بغداد، وكان ذلك عام 1983 حتى 1990، وكلية صدام الطبية من عام 1990 حتى 1992. يشار إلى أنها بعد عام 1992 حصلت على مرتبة الأستاذية لتتقلد به منصب مديرا عاما في مكتب أمانة سر القطر، وذلك عام 1992 حتى عام 1993، ومن بعدها عميدا لكلية التربية للبنات بجامعة بغداد من عام 1993 حتى عام 1995.
وعميدة لكلية العلوم من عام 1995 حتى عام 1997، ثم اختيرت عضوا عاملا في المجمع العلمي عام 1996، وترأست هدى هيئة تحرير المجلة العراقية للأحياء المجهرية، ومجلة كلية التربية للبنات، والمجلة العراقية للعلوم، ولها أكثر من 30 بحثا منشورا في الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة، حيث كانت تتقن اللغتين العربية والإنجليزية. هدى عماش عضو فاعل في عالم الكيمياء الحياتية على المستوى الدولي. شغلت هدى عماش العديد من الأماكن وكانت فاعلة فيها، حيث ذكرت المصادر أنها كانت عضو جمعية الكيمياء الحياتية البريطانية وعضو أكاديمية العلوم في ولايتي ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية وعضو الجمعية الأمريكية للمايكروبيولوجي منذ عام 1982 ورئيسة جمعية الأحياء المجهرية العراقية منذ عام 1991، وشغلت منصب نائب جمعية الأحياء المجهرية العراقية منذ عام 1991، وشغلت منصب نائب الرئيس فيها من عام 1984 حتى عام 1991. لماذا وضع اسم هدى عماش ضمن قائمة المطلوبين للأمريكان؟ يشار إلى أن هدى عماش هي الامرأة الوحيدة التي وضعت في قائمة المطلوبين للأمريكان، ولعل ذلك نابع من كونها متهمة بأنها من الشخصيات التي تحاول إحياء البرنامج النووي العراقي بعد حرب الخليج الثانية. وقد شغلت عماش منصبا مميزا في مجال علوم الأحياء الدقيقة، ألا وهو رئيس مجمع علوم الأحياء الدقيقة العراقية في جامعة بغداد، ولعل هذا الأمر هو الذي جعلها محط أنظار الغزاة. والذي يكشف ذلك ذكر المسؤولين الأمريكيين أن عماش تدربت على يد ناصر الهنداوي الذي يوصف بأنه عراب برنامج الأسلحة البيولوجية العراقية. هدى عماش بعد سقوط بغداد، يشار إلى أنها نالت إعجاب حاكم أمريكي العسكري في العراق، والذي قال: كنت أريد أن أراها بنفسي لأصدق. وعند دخول القوات الأمريكية بغداد ألقي القبض عليها في 9 مايو عام 2003، وكبلت يداها ورجلاها بالحديد بتهمة أنها إحدى الشخصيات التي بذلت مجهودا في محاولة إحياء البرنامج النووي العراقي، وذلك بعد حرب الخليج الثانية. وقالت للمحقق الأمريكي: العلماء العرب لا يخافون الموت. ويذكر أن القوات الأمريكية لم تستطيع تقديم أي دليل يدين هدى عماش، وأن كل ما تم ترويجه من قبل الإعلام الغربي ما هو إلا فرقعات إعلامية ولم يظهر دليل عليها. وبذلك تم الإفراج عن هدى عماش في ديسمبر لعام 2005، بعد أن أعلن المسؤوليون الأمريكيون أن العالمة هدى عماش لم تعد تشكل خطرا وغادرت إلى الأردن وبقيت فيها. علاقة هدى عماش بنظام صدام حسين. كانت هدى عماش المرأة التي أرهب صدام حسين بها العالم، والذي كلفها بأكثر شيء سري في العراق وتطوره بالسلاح النووي، حيث كلفها صدام حسين بالقيام بإحياء البرنامج النووي في العراق مع مجموعة من الأشخاص بشكل سري. ولهذا أطلق عليها الأمريكان لقب سيدة الجمرة الخبيثة، وذلك لتخصصها في المجال البيولوجي. وكانت من النشطاء في تطوير المفاعل النووي في العراق، وخاصة أثناء الحرب الأمريكية الصهيونية على العراق عام 2003، وقامت بتطوير علوم المايكرونولوجي، الأمر الذي أدى إلى إغاظة علماء أمريكا وأوروبا والصهاينة وأثار حفيظتهم ضدها.